في هذا المعرض المقام في إطار فعالية شهر التراث الثقافي، والذي جاء شعار هذا العام حماية التراث الثقافي من المخاطر والكوارث والأزمات الطبيعية والإنسانية. جئنا هنا لنعرف في المركز الوطني للمخطوطات مهامه وأهدافه وأهم إنجازاته منذ إنشائه حتى يومنا هذا، ولعل أهم هدف أنشئ من أجل هذا المركز هو حفظ التراث المخطوط بالطرق عديدة، لا سيما بالطرق العلمية والتقنية الحديثة من حفظ وقائي وعلاجي وترميم وتجليد ورقمنة.